بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هلا اليوم راح نحاول نراجع اخر الدرس الماضي تاع معالجة الانحراف، اللي هي نافذة انحراف تكلفة المواد المصنعة، اللي امبارح شفناها وحكينا عنها، بس راح نراجعها اليوم لانه هاي الواجهة مهمة، لانه تعالج اهم شيء بالتصنيع انك تعالج الكلفة، وهي حتكون يعني من اهم المزايا. يعني يكفي انك انت تعرف تعمل اعدادات التصنيع وتعمل عمليات تصنيع، اللي بهمك الشيء الثاني انه معالجة الانحراف، والا ما استفدت شيء يعني من التصنيع. التصنيع هو غايته انه اصلح الكلاف المواد اللي عم بنتجها كبرنامج، يعني انه الهدف ما بيختلف، كلياتهم نفس المعالجة، بس انه في اختلافات بسيطة راح نحكي عنها. بالمعالجة ما حيختلف شيء، عرفت؟ بعمليات تصنيع بكل اللي حكينا معه الدروس الماضية ما راح يختلف شيء، الا فقط بالحسابات وربطها بالفواتير والمجموعات وكذا. اما تقارير الانحراف نفسها، معالجة الانحراف نفس الطريقة، كل ما تم ذكره سابقا يعني تقريبا مكرر. الاختلاف بالقيود، بطريقة كتابة القيود، بالحسابات المستخدمة، وبرصيد حساب التشغيل. رصيد حساب التشغيل بالجرد النهائي يعبر عن كلفة الصنع، بالجرد المستمر لازم يكون صفر، يعبر عن انحراف رصيده. هذا فرق واضح بين الطريقتين. حنشوف ان احنا لا بس نيجي نحكي بموضوع الجرد النهائي. طيب هلا قبل ما نفوت احنا لمعالجة الانحراف، مثل ما حكينا اول خطوة المفروض نفوت على ادوات صيانة، نفوت على تدقيق ارصدة المواد. تدقيق ارصدة المواد عشان موضوع نصلح الكلاف الحقيقي للمواد الاولية. اول خطوة دائما احنا بالتصنيع بنيجي نبلش نعالج انحراف نعمل تدقيق ارصدة مواد واسعار. بعد ما نخلص التدقيق الاخراج بالسالب كمان كخطوة، وسجلتها انا بالملف اساسية لك بالجرد المستمر. اساسية في عندي اخراج بالسالب اصلا، دائما في عندي مشكلة بين حساب المخزون وحساب كذا بسبب والجرد بسبب الاخراج بالسالب. فاول شغلة بدي اطلب تقرير الاخراج بالسالب، اللي هو هون التقارير التحليلية. بضرب الكيف، لذلك انا بدي اطلب التقرير واشوف اذا عندي في اخراج بالسالب. بدي اخراج بالسالب وضار الكلاف، بدنا نعالج الاخراج بالسالب. الفواتير نحاول نعدل تواريخها، نعدل نعمل لا منعدل تواريخ. ممكن انه اطلع انا الاقي انه زي الفاتوره قربت تاريخها او الاخراج بعدت تاريخها تتصلح. انا متى ما عدلت هدول بروح على التدقيق عشان يصلح لي الكلاف بعدين. فأول شيء أنا بدي أتخلص من الإخراج بالسالب، هذا لازم تكون نتيجته فاضية، ما في شيء عندي إخراج بالسالب. بعدين بروح بعمل تدقيق أرصدة مواد وأسعار. بعدين راح أجي الخطوة الثالثة، راح أفوت على صيانة عمليات التصنيع، أجي على إعادة توليد فواتير عمليات التصنيع. الغاية من هاي العملية هي عبارة عن إنه أنا الإخراجات اللي صارت بقلب عملية التصنيع وقت ما كنت أعمل عملية التصنيع هي هاي تدقيق أرصدة مواد وأسعار. ما هي هاي التوليد؟ إعادة توليد. عالجت الإخراج بالسالب، عملت تدقيق أرصدة مواد، فيمكن يكون الوسطي اللي ناتج عن عمليات التصنيع مختلف. صح، ولذلك أنا أجيت لهاي العملية. إعادة توليد الفواتير تسعير مع سياسة التسعير الوسطي عم بعيد هاي، بتعيد توليد عمليات التصنيع كلياتها. هون هم بسعر هاي نفسها، تطلع على الشاشة تلاقي سياسة التسعير الوسطي. يعني بده يعيد بعد ما معالج السالب وعامل تدقيق أرصدة مواد وأسعار، باجي لهون بالجرد النهائي وبالجرد المستمر. نفسه السالب ما مهم كتير بالجرد النهائي، بس يفضل يعني بدك نتائج صحيحة لازم تعالجه. يعني بالحالتين النتائج صحيحة بتتطلب تعالجه، بس مثلا بالجرد النهائي ما هلا يعني هو بيأثر على الكلفة، بس ما انه بيضرب لك مثلا التدقيق بين المخزون والجرد، هناك ما في تدقيق، يعني بتاخذ كلفة تقريبية. اذا بتعالجه افضل حتى بالجرد النهائي ما يكون اخراج بالسالب.
بس شرط اساسي بالجرد المستمر ما يكون عشان اخر شيء تطلع التطابق. طيب وقت ما نيجي لهون عمليات التصنيع شو هدف هاي العمليه؟ يرجع يولد لي عمليات التصنيع اللي صارت ويسعر لي المواد الاوليه بالسعر الوسطي اللي الحقيقي اللي تم معالجته بعد الاخراج بالسالب وتدقيق قصه مواد واسعار. بروح بيعالج كل عمليات التصنيع. متى ما خلصنا هاي بكون هون احنا صرنا جاهزين لنبلش نصلح الكلف المواد الجاهزه، لانه بهاي العمليه ان صلحت مخزون المواد الاوليه بكون والكلف الاخراجات اللي عم تصير بعمليات هاي. بعدين في شغله تانية، مثلا قد اكون انا عامل اخراجات تسويه جرديه، اخراجات كذا من خارج عمليات التصنيع. بالجرد المستمر كمان لازم هدول اسعرن، اخراج تسويه جرديه ادخال واخراج لازم هدول كمان يطلعوا بالكلفه اذا عم بيولدوا قيود. واصلا من الخطا بالجرد المستمر ما يكون يولدوا قيود، لانه عم يتحرك حساب مخزون في كميه نقصت، لازم يتحرك الحساب، زادت بده يتحرك الحساب. فبالجرد المستمر كونه كمان هدلاكه محسوبين مفروض بالكلفه يطلعوا وكلفه تغيرت، المفروض ارجع اعمل عمليه تسعير انا. فانا بهاي العمليه لحد هون ممكن التسعير، بس التسعير تاع الاخراج السالب والكذا راح يكون من الصيانه العاديه تاع الامين، التفاوتير الجرد التسويه الجرديه من اعاده تسعير. وراح ارجع اعمل الخطوه الثانيه هي اعاده توليد، لانه اعاده التسعير ما بتعيد توليد سند القيد، بضل سند القيد مكتوب على السعر القديم. فبرجع بعمل اعاده توليد لكل الفواتير اللي سعرتن، فبصلح سندات القيد. متى ما خلصت من هاي هلا صفى انا عندي مشكله، بكون فقط بالمواد الجاهزه. المواد الجاهزه عم بتم معالجتها من خلال هاي النافذه، انحراف تكلفه المواد الجاهزه. هلا هاي الواجهه فوق عم بنحط حساب الوسيط الاخراج الادخال، عفوا وسيط الادخال. هذا الوسيط شو عم ناخذ منه؟ هذا الوسيط عم ناخذ منه حركه المواد اللي راح يقرا لنا اياها والكميات والاسعار من كل الفواتير اللي هذا مرتبط فيها وسيط الادخال. يعني مو شرط يكون انا عندي عمليه تصنيع، ممكن انا ما عم بشتغل عن طريق عمليات تصنيع، فواتير اخراج وادخال خارجيه مثل مصممه انا، ومجرد ما احط الوسيط اللي عم بستخدمه بالادخال بيعطيني النتائج. الثانيه عشان يحسب لي الكلف اللي هي والانحراف السبعه اللي هو الحركه الصناعيه، اللي هو بضم وسيط الادخال ووسيط الاخراج بالاضافه للمصاريف الفعليه والمصاريف المعياريه اذا كانت مستخدمه، ما كانت مستخدمه كمان ما في مشكله. طيب وقت ما نيجي نقول له حساب جاب لي كل المواد اللي دخلت داخله متحركه بفواتير اللي هذا فيها حساب العميل ورمزة والكلفة المقدرة والكمية الانتاج صافي الحركة بهذه الفواتير. قد يكون عندي مو فواتير ادخال، قد يكون عندي فاتورة اخراج مرتبطة بنفس الحساب، مثلا انا مخرج تالف فبياخدها بعين الاعتبار عشان حساب الكمية، لكن حساب الكلفة ما بياخدها بعين الاعتبار الا اذا كانت تؤثر على الكلفة. اذا كان نمط الفاتورة بيأثر على الكلفة بياخدها بعين الاعتبار بحساب الكلفة، اما إذا ما كانت تؤثر على الكلفة بس بخدها بعين الاعتبار بس بحساب الكمية. إذا مثل ما شفنا مبارح وقت ما حطينا مثلا مرتجع مشتريات، هاي إخراج ونمطة حسب التصميم الحالي تؤثر على التكلفة، فبده تتأثر الكلفة اللي حسب لي إياها هون، لأنه هاي تؤثر الفاتورة على الكلفة. ليش؟ لأنه راح يجي يأخذ صافي القيمة من الحركات الإدخال والإخراج على صافي الكمية، يقسمن من فواتير التي تؤثر على الكلفة وبحسب لي الكلفة. أما الكمية بأخذ إذا في فواتير إخراج تانية تسوية أنا عاملها إخراج تالف لا تؤثر على التكلفة، راح يأخذها بعين الاعتبار بحساب الكميات. ما بيتخربط إذا كان عنده مبيعات ومرتجع مبيعات خارجية غير تبعات التصنيع؟ لا لا ما دخله، هذا عم بقرأ من الفواتير فقط المرتبطة هون. مرتجع مشتريات كتير أو شيء؟ لا لا، إحنا بحط أنا مثال، انا عم بحكي مثال عن الحساب الوسيط، لكن استخدامه مثلا حساب الوسيط مرتجع المشتريات خطا. بس انا اذا كنت مصمم فاتوره لانه اخرج مثلا فيها تالف مواد تالفه ما لها علاقه بالشراء وبالبيع وبالكذا وبالهيك، فالتسويات الجرديه انا في عندي بضاعه منتجه وحبيت اخرجها، فروحت انا صممت فاتورتين
وحطيت انه صرت احط فيهم وسيط الادخال هو حساب العميل فيهم تحت تسويه. لا ممكن انا بهاي الطريقه بكون انا شو عم بسوي، عم بخرج تالف عشان اخذها بعين الاعتبار بحساب التكليف. اما اذا ما بدي اخذها بعين الاعتبار بالتكلفه خلص بخرجهم فاتوره بعيده عن وسيط الادخال. هي الافضل هلا، هي حسب الحاله. هلا دائما التسويه الجريه عم بتصير دائما على فواتير خارجيه ما لها علاقه بالوسيط، ما لها علاقه. بس انا عم بحط حاله مثلا انه انا عندي مثلا مصنع 86، انا الكلف اللي صارت ما بدي احطها على 86، بدي عندي في 10 قطع مضروبين، فانا وقت ببدا سعر اقسم الكلفه على 76 قطعه، بروح بصمم فاتوره اخراج وبحط فيها وسيط الادخال هو العميل وبخرج فيها 10 قطعه. ايه هلا هاي الكلفه المقدره ما راح تتغير لانه الاخراج لا تؤثر على الكلفه، بس هون راح يصير جيب لي 76 ويحسب لي الكلفه الفعليه قسمها على 76 يطلع لي السعر الفعلي. غيرنا العميل ما عاد صفى على التسويه، ما عاد على الوسيط. لا وقت ما حطيتها على الوسيط انا اخذها بعين الاعتبار الكميه. اما لو ما حاطط التسويه الجرديه، حطيت 10 خرجت تالف وحاطط حساب ثاني اسمه تسويه جرديه فروقات جرديه، بضل 86 ما باخذها، ما بقرا لها الفاتوره، خلص بقسم لك الكلفة على 86 وهضلك انت بتعمل لهم فاتورة تسوية جردية بروحوا مصاريف كلفتن. طيب هلأ هون في سؤال لهون على هدول، شو علاقة هدول الحسابين بهالحقلين بالذات الكلفة المقدرة، قلنا عم بياخد قيمة حركة المادة بفواتير اللي هذا فيها حساب العميل على مجموع الكمية من الحركات الفواتير فقط هاي. اما حساب الكميه عم بياخذ جميع الفواتير اللي كانت في وسيط الادخال بغض النظر انه كانت تؤثر على الكلفه او لا، هون بس شرط انه عم بياخذ التي تؤثر على الكلفه بحساب الكلفه. طيب هلا المدين والدائن، امبارح سالني عنه خالد وقلت له كان طلع في خطا بالداتا، قلت له انا من الحركه الصناعيه عم بتاخده، ولكن تفاجأت انه ميزان المراجعه ما كان قيمه صحيحه. اذا رجعنا لميزان المراجعه او دفتر الاستاذ 7 طلبته للحركة الصناعية مجاميع وأرصدة، للحركة الصناعية راح نشوف احنا هون انه المدين هو مدين المجاميع والدائن هو مجموع الدائن بالميزان المراجعة، مجموع الرصيد مدين هو مجموع رصيد مدين اللي موجود، ومجموع رصيد دائن هو مجموع رصيد دائن لميزان المراجعة. وهذا الفرق بيناتن، نفس الفرق اللي موجود بين المجاميع هو نفسه بين الأرصدة، والنسبة هي عبارة عن قسمة الفرق على الدائن. الفرق على الدائن؟ فرق على الدائن، لا الفرق على الدائن. يعني مثل هلا خلينا نأخذ مثلا مثال، راح نيجي نقول 6099 على مثلا الحقل الأول 135 348.48 ضرب 100 بعطيني 4.50، هو 4.51 تقريبا نسبة الانحراف من المجموع. هو ما كتير يعني، أنا يعني لاقي تفسير إلى إنه حتى من الدائن ليش مأخوذة من الدائن، صراحة ما عندي تفسير. لا لا أنت دائما نسبة الانحراف وقت ما عم تاخدها أو هو نسبة الفرق هذا دائما بتاخدها من إحدى الأطراف من القياسي، عرفت؟ بالتقارير عم تاخدها من القياسي، هون ماخذينها من الدائن، الدائن معتبرينه هو القياسي المعياري حاليا، الكلفة المعيارية وهي الكلفة الفعلية، عشان هيك النسبة جاي من الدائن لأنه الدائن بيمثل الطرف المعياري. هاي أنا منها بدي أعالج انحراف، بدي أغير كلف المنتجات لكلفة فعلية. أنا وقت ما عملت عمليات تصنيع في كان عندي تقديري كلف تقديرية. طيب هلا انا هذا الحكي كلياته اللي عم بحكيه في حال انا ما عندي مراكز كلف،
لو عندي مراكز كلف اللي هي خطوط انتاج، المعالجه بدي اصير اخذها بناء على الخط، على خط الانتاج. بس قبل ما اخذ معالجه على خط الانتاج المفروض انا اتاكد افوت على ادوات تصنيع، ادوات توزيع المصاريف حسب مراكز الكلف، واحط مثلا حسب الزمن المعياري او حسب معيار لهاي، اشوف انه انا كل الحسابات المرتبطه بحساب التشغيل مولد لقيود. هلا هون مثلا طلع في عندي انا مو مولد قيود، في انا ضايف سند وكاني ثاني، لانه في قيم، في ارصده، فانا لازم هدول يكون رصيد صفر صفار انه موزع انا كلفي. هلا هلا هاي سند دفع، نرجع شايف هذا كاني مكرره، انا كرره شايف، عشان هيك رجع. هلا اذا انا حذفته هذا السند الاخير راح يصفر. شايف؟ بس مثل ما اتفقنا كمان، بس عشان اللي كانوا غايبين، بس هاي انا ممكن اجي احط حساب هون مثلا فرضا 200 ليره اجور 731 يمكن اجور فعليه، انه هدول مخربط فيه انا لسه زياده ما دافعين مثلا، ناسي اسجلن او ناسي كذا، اذا مجرد ما اضيفه فالمفروض هدول يوزع لي اياهن على كونه بيعطيني انه ال 200 ليره حسب المعيار اللي انا ماخده توزيع، انه شلون بيطلعوا توليد قيد بزر الفار اليمين، توليد قيد، تم توليد القيد، فبيجي بيعطيني هون بنشوف السند القيد انه وزعن على مراكز الكلف، طلعن بدون مركز كلفه ودخلن جزأ لي اياهن على مراكز كلف. هلا لو طلبت التقرير انا مره ثانيه معينه بدي الاقي، فانا متاكد اذا انا عندي خطوط انتاج لازم اتاكد انه هذا كله موزع، لا والا بدي اعيد، اذا انتبهت له بعدين وطلع فيه رصيد بدي اعيد معالجتي الانحراف من عند التكلفه، من عند تكلفه المنتج الجاهز. طيب فهلا انا اذا اخذت خطوط الانتاج مثلا خط واحد، خط انتاج العصير، راح يجيب لي كل المواد اللي تحركت بالفواتير اللي عميله العميل فيها وسيط الادخال ومركز الكلفه انتاج خط العصير، فهني عصير سلسة سنة ثلاث مواد، وجاب لي أرصدة الحسابات تاع الحركة الصناعية بناء على مركز الكلفة، ميزان مراجعة لمركز الكلفة، أنا حاطط فيه مركز الكلفة هذا. طيب هلأ بعد ما أنا حسب لي الأسعار كلياتها راح أجي أقول له تحديث أسعار، راح أخزن هذا السعر. طيب نرجع بس نكمل قبل تحديث الأسعار، نرجع هون القيمة الانتاج، نشوف القيم كلها الباقي كيف انحسبت عشان نركز عليها مزبوط، لانه هاي مهمة، قد يسألك الاستاذ الزبون انه شلون عم تحسبوها، شلون عم بتعالجوا الكلف، شلون عم بتعالجوا، يعني حتى تقدر تحكي وتكون انت يعني عارف كيف النتائج عم تنحسب. فمثلا قيمة الانتاج هي عبارة عن الكمية ضرب الكلفة المقدرة، الكلفة الفعلية هي الى طريقة حساب مخفية، عم تنحسب بطريقة مخفية، راح نروح على الاكسل، انا هذا مفصله للجدول ملف الاكسل، راح نيجي هون حنلاقي اول شيء قيمة الانتاج، حسب لي نسبة القيمة مثلا قديش هاي المادة قيمة انتاجها من مجموع القيم، من مجموع القيمة طلعت 15%، قديش قيمة مادة عصير 250 مانجو من مجموع القيم طلع مثلا 20%، وهكذا حسب لي النسب. بعدين طلعنا انا هون حسب المثال هون عندي الانحراف 1025، هاي لو كبرنا لو كبرنا الشاشة اكتر راح نلاقي انه الانحراف 1025. طيب فهو جيت انا ال 1025 ضرب النسبة، انا هون مكرر عشان عملية الضرب بس انه هاي، فهو اجى ال 1025 ضرب 15% طلع معه 153، ال 1025 ضرب 20% طلع انه هاي المادة انا راح اعطيها بما هي نسبة هدول 100%، راح اوزعهم بناء ال 1025 على النسب، راح اضرب ال 1025 ب 15% راح يطلع معي هيك قيمه، ال 1025 بال 20% هيك لكل المواد.
طلع انه كل وحدة اخذت من ال 1025 هاي مثل 153.20 قسمناها على 42 الكمية المنتجة، طلع معي كل قطعة من حرفة 3.65 ليرات. اذا جمعنا انحراف الوحدة زائد السعر المعياري او الكلفة المعيارية اول حقل اللي حكينا عنه قبل شوي، بيطلع الكلفة الفعلية اللي هي موجودة هون الكلفة الفعلية. فاذا بروح بيقسم الفرق حسب نسبة كل قيمة من هالقيم الموجودة هون، حسب نسبة كل قيمة من مجموع القيم، وبقسم على الكمية المنتجة وبضيفه للكلفة المقدرة، بيطلع معه السعر الفعلي. اول شيء حسبوا الانحراف لكل قطعة وبعدين ضافوا على السعر طلع معه القيمة الفعلية، هي بناء ضرب السعر الفعلي ضرب الكمية المنتجة. وقت ما نيجي بعدين بعد ما خلصوا حسابه، احنا يعني احنا بس شرحنا كيف عم بحسب. هلا مجرد انت ما بتطلب تحط الحسابات هون وخط، مجرد انت تكفي انك تعمل له حساب جاب لك النتائج، بس بتقول له وين بدي اخزنه، شو السعر اللي بطاقة المادة انا ما مستخدمه، وليكن الجملة مثلا هذا الحقل ما مستخدمه، موافق؟ راح زدت لي هاي الاسعار مثلا هاي 285 فاصلة كذا، راح زدت لي هون ببطاقة المادة بس بالاسعار بسعر الجملة لكل المواد اللي مذكورة هون فقط. برجع بغير الخط للخط الثاني، حساب اعطاني المواد اللي تنتج على الخط الثاني، زر الفار اليمين او تحديث الاسعار، راح نروح على الجملة ونقول له خزن. بكرر هاي العملية على كل خط انتاج عندي. لا على كل الخطوط انا بكلف بناء على القيمة الاجمالية، وما بتطلع كلفة على حسب كل خط. انا مازال عم بشتغل خطوط انتاج ووزعت المصاريف على خطوط الانتاج، فلازم اكلف بناء على خطوط الانتاج. بس لازم خط الانتاج ما يتكرر فيه المادة. ما المادة خطأ انه يكون اصلا عم تنشغل على خطين انتاج. هذا خطأ مستخدم، يعني خطأ منه انه اجباري النتائج ما راح تكون صحيح. في معامل صادفنا عنده خطين انتاج، واحد قديم وواحد جديد، بيطلع نفس المنتج. تعرف لي بنفس المركز الخطين. هلا راح نلاقي، هلا بس نشرح موضوع المراحل كيف راح ممكن نتعامل احنا مع خطوط الانتاج في حال وجود مراحل او عدمه. هلا انا هدول مثلا اذا كانوا التنتين، انا ايمتى بنستخدم خطوط الانتاج؟ احنا حكينا الدرس الماضي بشغله بخطوط الانتاج ايمتى عم نستخدمها. انا وقت ما يكون في عندي فرق كبير بين كلف بعض المواد وبعض، قد يكونوا التنتين عم بنشغلوا على نفس الخط، بس انه مثلا لنفرض في بعض المواد كلفتها الاستهلاكات تبعها واضحه، اجور العمال عم بيشتغلوا عنا واضحه، توكل وقت طويل فاجورها اغلى من انه بعض المواد سريعه الانتاج او كذا فما عم تاخذ اجور. فعشان اكون قريب للكلفه الفعليه الحقيقيه شو عملت؟ رحت فصلتهم على خطين، هدول على خط وهدول على خط، صرت اوزع الكلف المصاريف انه هذا كلفه اكثر فاعطيه مصاريف اكثر، هذا مصاريف، بعدين صرت اعالج كل خط لحاله عشان ما احمل منتج ثاني. يعني الاجور تاع المنتج اللي عم بياخذ وقت كبير بالعمل ياخذ جزء منه ككلفه للمنتج اللي ما عم بياخذ كاجور. قد يكون عندي احيانا خطين انتاج، واحد كلفته عاليه جدا الخط، يعني مشتري مثلا 100 مليون خط الانتاج والثاني حقه 10 مليون، استهلاك هذا الخط غير استهلاك. فانا مثلا بدي احمل استهلاك ال 100 مليون مثلا استهلاك هذا الخط للمنتجات اللي عم تنتج على خط ال 10 مليون، ف يعني عم ترفع كلفه وهي مو كلفه حقيقيه. لذلك انا شو بعمل؟ بفصل بيناتهم بخطين انتاج ومباشره انا بعرف هذا الخط استهلاكه، بحمله لخط الانتاج لمركز الكلفه مباشره للي عم للمواد اللي عم تنتج عليه، واستهلاك خط الانتاج للرخيص للمواد اللي عم تنتج عليه. فبتكون الكلفه ادق من انه احطهم على خط واحد ما اعرف مراكز كلاف واشتغل بدون خطوط انتاج. خط الانتاج كثمن آلي بكل الكلفه هذا؟ لا استهلاكه مو مصروف، استهلاك الآلي ما هو نوع من انواع المصاريف مثله مثل الاجور مثل الكهرباء مثل المي. ايه سؤال، لما يكون في خط انتاج عم ينتج مواد بس كل في ماده جودتها اعلى يعني سعرها اعلى المفروض تكلف اعلى، بده يحطوا على خط انتاج واحد ولا كل؟ هلا في خط انتاج واحد شلون بده اسمه خط يعني مثلا الكوريات بس في نوع اول ثاني ثالث
من المواد الاوليه هاي هلا في هلا احنا ذكرنا انا عم بذكر انه مادتين اسعار مختلفه هلا هني نفس اذا نفس الماده نفس الماده فهي المواد الاوليه اللي عم تلعب دور وبعدين احنا اذا لاحظنا ضمن الخط الواحد شو عم يساوي اخذ نسبه شو احنا هون نسبه القيمه فاكيد هذا قيمته اعلى من هذا فراح يحملوا مصاريف اكثر من انحراف اكثر من الرخيص لما بيوزع بتوزع وانت وقت ما عم توزع المصاريف عم بتوزعها عندك معيار معايير عده معايير بتلاقي معيار مثلا بتحاول توجد معيار بتختار معيار اللي بيوزع بالطريقه اللي بدك اياها اكثر مثلا ممكن زمن الانتاج حكينا ممكن حركه ماده حركة مجموعة مواد انه هدول قيمة حركة مجموعة المواد اللي عم تستخدم بهاي اغلى من اللي عم يستخدموا بالتاني فوزع لي مراكز الكلا الحساب على مراكز كيف بناء على هيك فاحنا هون يعني ننشاطر وين بمعيار توزيع المصاريف في عنا مثل ما شفنا هون توزيع مصاريف في عندي الزمن المعياري الزمن الفعلي في عندي حركة مادة معينة او مجموعة مواد اخدها بالقيمة اوزع بالكمية حركة بنمط واحد من الفواتير مثلا فهاي انا هون بدي اشوف الحالة اللي قدامي واشوف شو المعيار الاصح للتوزيع الكلف على خطوط الانتاج حتى اعطي كل منتج حقه بالكلف ما بياخذ توزيع هلا بتقدر تحطه بوزع على الابناء ما بوزع على الرئيسي هلا ايه بس لا نفس الماده عم تتصنع على خطين خطا لا 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 خطا كبير انك انت ترتكبه بانه نفس الماده تتصنع على اكثر من خط يغير تسميتها حتى يفضل يعني الأصح أنه أنا هون وقت ما بعرف مادة تغيرت مواد الأولية بعرف نموذج جديد أعدل بالتغيير الاسم أنه على أنه مادة جديدة لذلك أنه المادة ما إلى غير نموذج واحد موجود طيب هلأ هون رح نجدهم بعد ما عملت أنا تحديث أسعار وصار عندي السعر موجود رح اجي استخدم هذا السعر رح افوت على ادوات ادارة صيانة الملفات رح نيجي اعادة تسعير الفواتير رح اجي اختار تسعير الفواتير فقط فاتورة ادخال الجاهز اللي انا عم بستخدمها بادخال المنتجات الجاهزة ورح اقول له سعر لي اياها بسعر الجملة اللي انا مخزنه ايه من تاريخ مثلا اول مده لاخر المده مو شرط وبعدين رح نرجع اعاده توليد سندات قيد لمين للفواتير نفسها اللي سعرناها ادخال مواد جاهزه مفروض انا بعد ما عملت هالعمليه ارجع لهون على تصنيع الانحراف انحراف تكلفه المواد الجاهزه احط له 727 حساب صفر فرق راح وصارت الكلفه المقدره هي نفسها الفعليه وحساب التشغيل حساب التشغيل كمان مرصد ما في داعي يقول نحط هون لا التشغيل والحركة الصناعية بده يكون رصيدة صفر شايف مرصدين لو أخذت أنا على مستوى كل مركز كلفة كمان لازم يكون مرصد لأنه أنا عالجت على مركز كلفة أنا إذا في رصيد معالجتي خاطئة ما في رصيد لأنه المدين يساوي الدائن ما طلع له رصيد اذا لقيت رصيد فانا معالجتي خطا بحاجه لاعاده المعالجه مره ثانيه
في سؤال لهون؟ طبعا هذا الحكي مشروح نوعا ما قدر الامكان قدرت اشرح، يمكن الحديث اكثر فيه شرح، بس انه حاولت اشرح ومرتب المعالجه بمراحلها كلها. هلا اخر مرحله من مراحل المعالجه كوني عم بشتغل جلد مستمر، فانا المبيعات عم تطلع بقيد كلفه، تكلفه المبيعات للمخزون. هذا التكلفه القيد كان محسوب على الكلفه القديمه قبل المعالجه، فانا بحاجه مو لا بعده على الكلفه القديمه قبل معالج انحرافي، فراح اجي اعمل تدقيق ارصده مواد واسعار اول شيء بالصيانه عشان اعالج هلا المبيعات. تدقيق ارصده مواد واسعار شو الغايه منها؟ الغايه منها احسب الوسطي. طب لما انا عدلت فواتير الادخال او كذا او هيك مفروض يتعدل، بس هو ما تعدل، لانه احنا الكلفه بتنحسب اثناء اضافه الفاتوره او تعديله فقط. انا بالعملية الصيانة وإعادة التسعير بس بدلت السعر بقلب الجدول، ما اخذ حقه بانه كان اضافة او تعديل ويأخذ حسابات. فلذلك تدقيق الارصدة برجع بقرأ الاسعار من الفواتير مرة تانية. بعد ما هاي برجع بعمل اعادة، بعد ما عمل تدقيق المواد برجع بعمل اعادة توليد سندات القيد تشغيل مثلا تالي تالي لكل فواتير، بس فقط المبيعات عفوا ومرتجع مبيعات. واذا مرتجع المشتريات عملها بطريقة موضوع الجرد المستمر بفعلها معا. بالجرد المستمر هو يفضل لانه حتى الحالة الخاصة اذا مرأت تكون معالجة. طيب من عالجة هون كلياتنا المهم ما في مبيعات، يعني الفاضي بدي اعمل معالجة. هيك بنكون خلصنا موضوع المعالجة، وجود خطوط انتاج بمراكز كلف او بعدمها، وكيف ممكن نعالج ونرجع الكلف صحيحة. هلا الحالة الثانية اللي قد تصادفنا عند الزبون انه عنده مراحل انتاج، انه مادة بصنعها تدخل بنموذج ثاني على انه مادة اولية، هذا المقصود بمراحل الانتاج. يعني نصف مصنعة مثلا العصير اللي انا عم بصنعه اللي عملنا المثال عليه، النموذج الاول هو عبارة عن صناعة الشراب من دون ما عبيه وأغلفه. عليكم السلام. شايف من دون ما عبيه وأغلفه. النموذج الثاني بيستخدم الشراب اللي صنعته بالنموذج الأول زائد مثلا الكرتونة التغليف والأمور التغليف. فهذا يعتبر هيك المنتج مر بمرحلتين، مرحلة الأولى صنع الشراب اللي هو محتوياته، والمرحلة الثانية غلفته. فهاي تعتبر مراحل انتاج. انا حاطط مثال هيك طلع معي مبارح على المراحل، هو مثلا منتج بمر بخمس مراحل. نصغر الخط شوي، اللي هو لوحة مثلا تحويل كهربائية. المرحلة الاولى هي صناعة غلاف المحولة مثلا، محولة صغيرة. المرحلة الثانية هي صناعة الملف اللي بتدخل بقلب المحولة. الثالثة هي التجميع، عم بجمع الملف والغلاف وعم بعمل منها المحولة. المرحلة الرابعة هي مرحلة صناعة لوحة، اللوحة الكهربائية. الخامسة هي التجميع النهائية، هي إنتاج اللوحة الكهربائية الكاملة اللي هي بتضم المحولة مع اللوحة ركبتها على بعض. طيب هلا راح نلاحظ هون حسب المثال انه الغلاف مرحلة اولى ما في بقلبها بدخل مواد نصف مصنعة، الملف مرحلة مستقلة ما في مواد نصف مصنعة بتدخل فيها، مرحلة المحولة بدخل فيها الغلاف والمحولة، هاي تعتبر مرحلة من مراحل انتاج تانية. بيضلوا هداك الغلاف مرحلة والمغلف نفس المرحلة كمان مرحلة أولى، المرحلة الثانية هي الغلاف مع المحولة التجميع، المرحلة الرابعة هي لصناعة اللوحة كمان ما بدخل فيها نصف مصنع، كمان ممكن أعتبرها مرحلة أولى. المرحلة الخامسة هي تجميع المحولة وكذا، فهي مرحلة ثانية مثلا، مرحلة بدها تكون متقدمة. طيب أنا فيني أصمم خمس خطوط إنتاج لكل مرحلة من المراحل، خط إنتاج المستقل، لكن هذا مو ضروري.
كل المواد اللي ما بتدخل فيها مواد نصف مصنعة ممكن أعمل لك خط واحد إنتاج وأختصر هذا الحكي الخمس مراحل لثلاثة. لكن أحيانا أنا لا بفضل أنه يكون خمسة عشان موضوع الكلف تكون صح، أم بوزع على كل مرحلة كلفة مضبوطة وأصل لكلفتها الحقيقية. لكن هون مثلا أنا شوف هون حبيت أنه نأخذ الخط الأول يضم المرحلة الأولى والثانية الغلاف والمرحلة الرابعة، والسبب بإمكانية بدمجن يعني أن المراحل الثلاثة لا تحوي مواد نصف مصنعة ضمن مواد الأولية، كل مواد أولية تتألف من مواد أولية كإنتاج. الخط الثاني هو بضم المحولة اللي هي تجميع المحولة. ليش اخترت أنه تكون على خط ثاني؟ لأنه المواد اللي بتدخل فيها تابعة للخط الأول، وقاعدة المادة الجاهزة لا ما بنقدر نحطها على نفس خط الإنتاج اللي المادة نصف مصنعة اللي بتدخل فيها، وإن النتائج خاطئة أو ما بتتعالج. القاعدة اللي هون أنا حطتها عدم تسجيل مادة جاهزة على خط إنتاج تدخل فيه إحدى المواد المصنعة التي تتألف منه منها، يعني إنه هاي المادة في بقلبها مادة نصف مصنعة عم تنشغل على خط رقم خمسة مثلا، أنا لازم هذا خط رقم خمسة ما بحط مركز الكلفة للمادة الجاهزة رقم خمسة، أي خط تاني إلا هذا الخط غير خط ما مهم، ممكن يكون مشترك مع مواد جاهزة تانية مع مواد نصف مصنعة تانية، بس المواد اللي بتدخل بالمادة الجاهزة ما بتصير على نفس الخط اللي عم تطلع منه كل مراحله. مثلا على سبيل المثال آخر مرحلة اللي هي تجميع اللوحة الكهربائية قلنا الخامسة، فأنا إذا هدول معرف لين خمس مراحل كل واحد مرحلة، فأكيد آخر مرحلة مفروض لا أحطها بالأول ولا بالثاني ولا بالثالث ولا بالرابع، لأن كلها هدول مراحله للوحة النهائية، راح أحطها على مرحلة على خط خامس مثلا. فعشان هيك أنا هون الخط الثاني بضم المرحلة الثالثة اللي هي تجميع المحولة، والسبب في تسجيلها على خط مختلف وجود مواد نصف مصنعة داخلها تتبع الخط الأول، فإذا ما بقدر أستخدمه المواد اللي بقلبه تتبع الخط الأول فأنا ما بقدر أستخدمه. جينا للخط الثالث يضم المرحلة الأخيرة ويجب تسجيلها على خط جديد اللي هو خط ثالث. ليش؟ لأنه بحوي الغلاف من الخط الأول وبحوي المحولة من الخط الثاني، فإذا الخطين أنا ما بقدر أستخدمهن فبدي خط ثالث. ففيني أنا أختصر لثلاث خطوط، ومثل ما قلنا ممكن أعمل أنا خمس خطوط حسب كل مرحلة عشان إنه تكون كلف أدق أو كذا، بس إذا حبيت أختصر أنا قادر أختصر بهالطريقة كمراحل إنتاج. بس مثل هون هلأ أنا توزيعي هذا شرط أساسي إنه هدول ثلاث مراحل ممكن أدمجن، بس المرحلة الثالثة والمرحلة الأخيرة ما بندمجوا معي، لازم يكون على خطوط مختلفة لأنه في مواد نصف مصنع ولازم أبعد عن خطوط الإنتاج اللي تابعة للمواد نصف مصنع اللي بداخلين عشان معالجة. لأنه أنا وقت معالجة الانحراف رح أعالج المواد نصف مصنعة، شلون بدها تطلع معي المادة الجاهزة بنفس الخط؟ هي مادة جاهزة منتجة سابقا تم استخدامها كمادة أولية بمادة بنموذج تاني. طيب هلا هدول هذا الحكي اللي احنا حكيناه على موضوع انه كيف نعرف خطوط الانتاج. طيب شلون نطبق هذا الحكي على الامين؟ عرفنا مراكز الكلف، عرفنا النماذج، عرفنا خطوط الانتاج، وحطينا انه كل النموذج بخص خط انتاج عرفناه وربطناه مع خطه. هي عبارة عن مادة جاهزة تم انتاجها يعني مصنعة تم انتاجها كمادة او استخدامها كمادة اولية في نموذج تاني. مش لا مو منتج جاهز، مادة مصنعة جاهزة من منتج مصنعة بس لسه مو كاملة مو وصلها. ممكن انا ابيع مواد نصف مصنعة تمام مباشرة، يعني بصنع مادة نصف مصنعة شيء بستخدمه وشيء ببيعه مباشرة وتستخدم هون وقتها مثل الجاهز اللي عم بينباع، عرفت؟ بس هي دائما انه مو مكتملة التصنيع مثلا مرحلة مثل الغلاف، هلا مادة مصنعة عرفت ممكن ابيع اغلفة لشركات تانية وممكن انا استخدمها بصناعة المحولة، عرفت؟ فهي عبارة بس احنا مسمى منتج جاهز دائما انه النموذج المادة اللي عم تطلع منه هي منتج جاهز، بس انه توصيفها كنصف مصنعة انه هي جاهزة استخدمت بنموذج تاني كمادة اولية صار اسمها نصف مصنع ما عاد اسمها جاهزة.
طيب بالامين حتى بعد ما انا راح اربط مثل هلا انا هون عامل مثال كمان تاني حتى يكون حاله تانية انا حبيت ارجيكو هاي تعرضت لها بشركه ليبرو كيف توزيع خطوط عندهم هني انه المنتج اول شيء بنتجوا الموضوع الفواط اطفال او كذا انه غير معبى وبيطلع معن ستوك وهذا الستوك عم بينباع بالكيلو لكن ما عم بيقدروا يفرزوه كقديش ستوك درجة تانية رابعة لانه كل شيء بينباع بطريقة مختلفة فاول شيء عم بيعملوا نموذج عم بيصنعوا والستوك والليبرو هني نفس المادة نفس الكلف اللي عم تدخل بالمادتين بس انه هاي قطعة مضروبة وهاي قطعة سليمة فهذا خط انتاج انا سميته الخط الاول هو خط الانتاج اللي عم منتج لي الليبرو غير معبى وستوك غير مفروز الحالة الثانية اللي عم بمروا فيها ان هي الليبرو اللي تعبط فعم بيستخدموا ليبرو غير معبى كمادة اولية بالاضافة لكيس وكرتونة وكذا اللي هو الغلاف تبع له كمصاريف تغليف هون ما مركز كتير إذا ملاحظين على موضوع المصاريف بس على شرح المثال المصاريف حكينا عنها كتير واستخدامها وهيك الحالة الثالثة اللي الخط الثالث هي الستوك غير مفروز بفرزوها فبيطلع منها نخب أول ونخب تاني طب ليش استخدمت أنا عملية نموذج لموضوع الفرز كان فيني أنا أعمل فاتورة إخراج وإدخال من برا خرج ستوك غير مفروز وارجع ادخل مفروز كل واحد بنخبه استخدمته عشان موضوع الكلف انا وقت ما حسبت طلعت معي كلفة الستوك الغير مفروز بعملية التصنيع الاولى واعالج انحرافها وتطلع على سعر فانا بدي اعالج كلف هدول المفروزين النخب الثاني والنخب الاول فانا بدي ارجع اعالج كلفة الستوك هون اصلح الكلفة كمادة أولية بالصرف عشان ينعكس لو مستخدم أنا فواتير خارجية بدي أروح أسعر فواتير الإخراج بالكلفة وأرجع أعيد تسعير فواتير الإدخال شو الرابط اللي راح يعكس لي فاتورة الإخراج على فاتورة الإدخال ما في رابط بدي أحط يده وأفوت على فاتورة فاتورة وأغير سعرها ما في أي رابط لكن عملية التصنيع حققت لي الرابط فأنا بس مجرد ما أعيد تسعير الستوك ويزبط معي وأرجع أعيد توليد عمليات التصنيع تاع خط الستوك راح يرجع يصلح لي كلفين هدول عشان هيك الفرز اضطرينا أنه نعمل عملية تصنيع حتى أستفيد من الرابط اللي موجود بين الإدخال والإخراج طيب هلأ الاستخدام مراحل بعد ما عرفت النماذج وعرفت المراحل وانتم ملاحظين مثل ما لاحظنا هون كونه النماذج هذا اول نموذج هو خط انتاج الثانية هو خط التعبئة ما بقدر احطه على خط الانتاج لانه فيه ليبرو مادة هاي والثالثة نصف مصنع على خط الانتاج والثالثة عملته خط ستوك اللي هو حطيته لانه هاي المادة بتتبع الخط الاول خطأ بكون في لا خط التعبئة خط التعبئة تفضل ممكن هلأ لسه ما وصلنا لها بدنا نحكي فيها طيب فأول شغلي أنا وقت ما يكون عندي مواد نصف مصنعة عم بشتغل وعرفت الخطوط وكل شيء النماذج أول شغلي المفروض بدليل المواد مجموعة المواد النصف مصنعة أفصلها فصل لحال لأنه إلى حساباتها الخاصة مخزونها الخاص ممكن وممكن أستخدم مخزون المنتج الجاهز نفسه عرفين ممكن تدور لحالها فيني أنا أستخدم قلت لك أنا موضوع هدول مواد مصنع شايف نصف مصنع حطيتها لحال والستوك لحال وكذا عشان موضوع فيني أدمج الستوك والنصف مصنع بمجموعة واحدة المهم المواد اللي أنا راح أستخدمها كمواد أولية ضمن نماذج التصنيع المصنع لازم أحطها نصف مصنع لأني إلى استخدام يعني شايف الشغلة الثانية اللي الشرط الأساسي بالجرد المستمر ما في داعي نفوت نربط مجموعات هون إلا شغلة واحدة إذا أنا أعرف حساب مخزون نصف مصنع المفروض اجي على فاتورة الادخال والاخراج احط مخزون المواد نصف مصنعة
اربطها عن طريق هون مثل ما شفنا احطها، لانه فاتوره الادخال وقت ما تدخل عم تدخل لي على المخزون الجاهز، لكن هاي انا عامل لها مخزون خاص فراح اربطها، فراح اربطها، واذا صرفت من المخزون كمان بدي يطلع من المخزون الخاص تبع اللي هو النصف مصنع، لذلك بربط هدول الفاتورتين فقط، الاخراج والادخال. اما والبيع نفس الشيء، موضوع البيع المبيعات اذا عم بتبيع منا نصف مصنع فبدك تربط فواتير المبيعات، حساب التكلفه، التكلفه راح تحطه المخزون، عفوا مخزون نصف مصنع انه اذا انصرف منا عادي. احنا هون موضوع الربط موضوع وكاني عم بربط كيف الجرد المستمر واحد بفعله، الموضوع البيع والشراء وكذا نفس الشيء، يعني ما رح يختلف بالتصنيع وكذا، بس احنا عم نحكي عن فواتير الجديدة لادخال الاخراج او كذا. طيب بعد ما ربطنا الفاتورة اذا كنا عاملين له حساب مستقل، حنفوت على ادوات خيارات. احنا عم نفوت كل ما نحتاج شيء من الخيارات عم نفوتها. طبعا المراحل بال2004 ما بتصير، ما بتطلع النتيجة دقيقة الا ما يطلع في فروقات. نيجي على التصنيع. على التصنيع في عندي اول شغله بدي اربط مجموعه اللي عرفتها المواد نصف مصنعه، هون عم حدد له مجموعه. طب ليش حددناها هون؟ لانه في خيار ثاني توليد الي لفاتوره المواد نصف مصنعه راح يولد، يصير الاخراج فاتورتين مستقلتين، واحده مواد نصف مصنعه وواحده مواد اوليه راح يفصلن. شلون بده يتعرف بالنموذج انه هاي ماده نصف مصنع عشان يروح يحطها بفاتوره نصف مصنع؟ راح يطلع كل المواد اللي بتتبع هاي المجموعه بنظره مجموعه مواد نصف مصنع. لو رئيسيه بصير هلا راح نشوف انه بصير يخرج فاتورتين. واضحين فاتورتين لانه ولا لا؟ واضحين واضحين، بدنا نشوف كيف تنربط الفاتوره الثانيه كمان تربيطه. لا زر واحد بس فيه، هلا بنشوفها. شايف مجرد ما فعلته هذا اقول رح نحذفه، ما عاد في داعي له، اللي هو اخراج نصف مصنع بسعر الوسطي رح نخليه يعتمد على سياسه التسعير اصلا، لانه عم نستخدم احنا الوسطي بسياسه التسعير. لما على فكره معدلين على هالشغله، واصلا هلا بنفس اسلوب سويدي ما عاد يشتغل بسبب التعديل اللي عاملينه. نمط فاتوره الاخراج تاع النصف مصنع رح اعرف نمط جديد عادي، فاتورة عادية أسميها إخراج مواد نصف مصنعة، أربطها بحساباتها وباجي لهون بحددها أنه هاي نوعها هيك. هلا هون خطأ، هذا إخراج فاتورة كذا بحددها هون. لا لا، لأنه ما عندي إخراجات، ما عندي غيرن، ما معرف أنا فاتورة جديدة. شايف؟ فهون راح يجي راح نربطها بالفاتورة هون. فهذا نوع الفاتورة راح يولدها، راح يحط لي المواد اللي بتدخل بهاي المجموعة فيها، وأنا قلت له توليد آلي إنه عملية تصنيع تقوم بالعملية. مجرد ما أنا أعمل هذا الحكي صرنا هلأ إذا أنا رحت على سبيل المثال عملت عملية تصنيع لهاي الليبرو غير معبأ ما فيها، هاي مرحلة أولى. نيجي لليبرو راح نلاقي هون في فاتورتين، فاتورة مواد الأولية عم بتضم الكيس والكرتونة، وفاتورة الثانية عم بتضم الليبرو غير معبأ. طيب شو الغاية من فصلن؟ الغاية أنا وقت ما أجي أعمل إعادة تسعير ما أضطر أفوت بسعر الجملة، بدي خربط لي سعر الكلفة تبع المواد الأولية، لأنه ما راح يميز لي أنه هاي نصف مصنع. لذلك انا باعادة التسعير وقت يكون في مراحل راح اقول له سعر لي الادخال والاخراج نصف مصنع باعادة التسعير، بوجود المراحل راح اضيف الفاتورة هاي بالتسعير بسياسة التسعير وباعادة التوليد. هذا اللي راح يفرق معي بطريقة العمل بموضوع التسعير عشان المعالجة، على الرغم انه لانه اختلفت بالادخال. انا مثلا على سبيل المثال ناخذ الليبرو المعبأ الغير معبأ، هذا صنعته بالمرحله الاولى كان كلفته مثلا 400 و مثلا خلينا نيجي نعمل مثلا شغله هون راح نفوت. جيت انا فتت على النموذج وعدلت مثلا الكميه هون عملتها 23،
بس لا الفكرة هو ما راح تكون هون الفكرة. الفكرة انه انا رحت عملت معالجة انحراف وعد وبمعالجة الانحراف طلعت معي الكلفة تغيرت، كلفة الغير معبى تغير بعد المعالجة. بس انا هلا لاني ما راح اعمل معالجة وكذا حاولت اعدلها بطريقة مختلفة، انه افوت على النموذج اعدل لي شيء قيمة عشان تطلع مختلفة. راح نشوف 5 و11 بعد معالجة انحرافها. طب هاي المادة انا صرفها وهي جزء من كلفة هاي المادة مصروفة بسعر تاني، فلازم اصرح صرفها عشان هاي تتصلح كلفتها. فاذا انا لازم اسعر الادخال بالسعر اللي انحسب معي للليبر وغير معبى والفواتير الاخراج عشان اصلح كلف المراحل التانية، في عندي خلل فيها. انا كنت اعتبر المراحل التانية صار في مواد اولية هالقدة ونصف مصنع هالقدة، هلأ لا النصف مصنع طبعا عندي غلط صار له كلفة جديدة، فلازم اعدل له كلفته على الكلفة الجديدة. فبالتسعير انا كنا زمان قبل ما وجود الفاتورة الاخراج النصف مصنع موجودة كنا مثلا اروح اصلح الادخال، روح نعمل تدقيق ارصدة، تغير كلف النصف مصنع، ارجع اعمل اعادة شو اسمه تسعير فواتير الاخراج المواد الاولية عشان اقدر اسعر بقلبها بالكلفة. ما كلفة تغيرت لانه التدقيق رجع صلح لي الكلف تاع النصف مصنع، برجع بسعر اعادة الفواتير الاولية عشان صلح لي كلفها بالكلفة، عرفت؟ فبصير عم بدور باكثر من عملية بموضوع معقد. اذا كان عندي خطوط انتاج كتير يعني يمكن اقعد نهار وانا بس لحتى الف وادور لحتى اصلح الاخراج والادخال. الكمية لا، هدول صرف مواد أولية بس. أنا أنت صارف كذا وكذا وكذا كانوا مكتوبين في فاتورة، جيت أسمتين هدول بهاي الفاتورة وهدول بهاي الفاتورة، بس أسم النصف مصنع أسمناه بفاتورة طلعناه وهدلك، بس هاي الغاية الأساسية منها. والغاية عشان التسعير يعني أنا هلأ مثلا على سبيل المثال لو رحت جيت بالمواد مثلا بالتصنيع انحراف تكلفة المواد الجاهزة، قلت له حساب شايف اعطاني مثلا كلف الفعلية، راح اجي انا اعمل شغلة راح احطها بالجملة موافق، وراح اجي اقول له انا بدل ما افوت عشان ما يقرب لي على المواد الاولية ادارة صيانة الملفات اعادة التسعير مثلا تشغيل التالي التالي التالي، راح اقول له ادخال منتج جاهز وانا هون مرتجع مشتريات اللي مربوطة اللي استخدمت، عرفت؟ شايف وحطيته بسعر الجملة. انا بهالطريقة شو استفدت؟ انه قدرت اعالج الصرف النصف مصنع على المنتجات الجاهزة من دون ما تتأثر المواد الاولية، لانه لو كانوا بمجموعة فاتورة واحدة بدي احط الاخراج طب سعر الجملة للمواد الصرفيات خطأ، صار عندي مشكلة بالمواد الاولية ضربته كله، كنت اضطر اروح اعمل اول شيء للادخال على الحل بالبداية، بعدين اعمل تدقيق ارصدة مواد واسعار تصلحت كلف المواد اللي تعاد تسعيرها، ارجع اعيد تسعير فواتير الاخراج بالكلفة عشان ياخذ بس الوسطي الجديد، بعدين ارجع اعمل مثلا للخط الثاني ابلش بموضوع الخط الثاني. فهيك انا عشان اريح انه بعملية واحدة سعر لي التنتين وانتقل للخط الثاني. بلا في فاتورة رح نصمم فاتورة وهاي. طيب هاي شغلة. فإحنا شفنا كيف نقدر بعملية تصنيع صنع نطلع فاتورتين إخراج مواد أولية وإدخال مواد نصف مصنعة. مواد نصف مصنعة إحنا هاي فاتورة عم نصممها وهي فاتورة عادية. طيب عشان بس نكمل موضوع المعالجة شوي قبل نفوت بالفاتورة شو مواصفاتها وشو كذا وشو هيك، نيجي لهون. انا اذا عندي خطوط انتاج الخط الاول حساب في بالفواتير محرك على مراقبة المفروض ما يعطيني هو غير بس المادتين الاولانيات، في شغلة داتا هي بس كانت تجربة ابصر شو مجرب عليها فيها خطأ الداتا
هلا اذا دورنا بنلاقي انه مفروض بس يعطيني هدول المادتين. عرفت؟ طيب هلا هون نلاحظ شغله، المعالجه راح تكون انه انا وقت ما بعالج الخط الاول راح المفروض كنا بدون مراحل اعالج الخط الاول حساب اسعر، ارجع احط الخط الثاني حساب اسعر، الثالث نفس القصه حساب اسعر، وبعدين اروح اعمل هون تحديث الاسعار عفوا، كنا بعدين اروح اعمل اعاده تسعير والفواتير واعاده توليد سندات القيد. هذا الحكي بالمراحل ما صح. بالمراحل عالجت الخط الاول، عملت حساب تحديث الاسعار، راح اروح اعمل اعاده توليد سندات القيد واعاده تسعير الفواتير الاخراج والادخال تاع نصف مصنع والادخال، اعيد توليد سندات القيد عشان تتصلح معي اقدر اشتغل بالخط اللي بعده. كلفه كل خط لخطه تعالجه، بتروح على الخط هناك بتعيد توليد تسعير وتوليد حسب كل مرحله، وبتبدا من المرحله الاولى للمرحله الاخيره بوجود مراحل. 30 مره بدك تعيد الصيانه. طيب هاي بنهايه السنه او بنهايه مثلا هاي كيف لا اخراج النصف مصنع والمدخل بدخل جاهز ما لا لا ما بنضرب نفس السعر، ما انت عم تسعره بالجمله والجمله تاع الخط الاول ما تغير، تاع الخط الاول بناء على مركز كلفه ما تغير. شباب صار ضجه، لا ما بتاثر. طيب الشغله الثانيه اللي احنا فاذا هاي موضوع اعاده التسعير وكذا، كل ما بنعالج خطنا نروح نعمل اعاده تسعير ان شاء الله. هاي بلكي خلال 6 اشهر راح تكون في نافذه بوجود مراحل آلية، مجرد ما تكبس حساب بحسب لك وبأخذ بعين الاعتبار المراحل وتركيباتها ببعضها وكذا، وبولع وبروح بحدث، بتروح بتحدث الأسعار وبتعيد توليد دفعة واحدة مرة واحدة بتكفي، ما بنفوت بهالمتاهة عشان نتخلص من هاي المتاهة احنا انه عند خطوط الانتاج كتير وكذا. هلأ هذا مشروع الواجهة صارت يعني مرسومة وآليتها وكذا ضمن المشروع محطوطة، بس بعده ما تنفذ يعني قيد البرمجة رفض. طيب لا بس هو انا الحق علي هون وينو اجتماع الحمراء خلص ممنوع الازعاج عشان يضحك علي لا. طيب شو اسمه بالمعالجة هون قلنا بدنا نعالج موضوع كل مرحلة بمرحلتها بالمراحل. طيب هلأ الفاتورة رح نرجع لهون، الفاتورة النصف مصنعة شلون بدنا يكون النمط؟ أول شيء السعر اللي فيها رح نحطه سعر تكلفة كإخراج، حساب المواد مخزون نصف مصنعة بالجرد المستمر، حساب الحسم هو مخزون نصف مصنعة، وحساب الإضافات مخزون، والنقدية هو وسيط الإخراج لأنه هي فاتورة إخراج. ومن شروطها هون ناسي أذكر أنه لا تؤثر على التكلفة، عرفت؟ هلا ما هو أنا بعدل الملف كل ما بعد الدرس عشان الوقت، عرفت؟ أذاكر في حال لم يتم تعريف للمواد نصف مصنعة مخزون خاص بيستخدم المخزون مخزون الجاهز نفسه بالتعامل معه. هلا اما في حال تم تعريف مخزون خاص فانا ادخال الجاهز زر حسابات وفي محذوفه امبارح كتبتها الاخراج الحسم مخزون راح تتولد الفاتوره بناء على عمليه تصنيع السعر اللي حددناه. لا بدنا نلتغى على الوسطي اللي موجود بالنموذج كل الفواتير احنا بنحط سعر التكلفه هيك بشكل آلي ولا حتى فاتورة الإخراج ولا حتى فاتورة الإدخال. إيه لأنه أنا عم باخذ السعر من قلب عملية سياسة التسعير. من قلب عملية التصنيع. طيب. إيه بدك تسعر لكان. سعر الجملة أنا وقت ما عملت أنا حساب
عالجت الانحراف وطلع معي قد ايه سعره الماده اللي تصنعت بالخط الاول اللي هي النصف مصنعه، راح اعيد تسعير فواتير الادخال واخراج النصف مصنع، وين انصرفت؟ على الخطوط الثانيه بدي اعالجها. يعني انا مثل ناخذ على سبيل المثال هون المثال اللي احنا طارحينه اللي كان من خمس خطوط، رحت اول شيء عالجت الخط الاول، عرفت؟ رحت تصلحت معي انا، خزنت بزر مجموعة بحقل سعر الجملة الغلاف والملف واللوحة، حطت لهم بسعر الجملة الكلفة الفعلية، فتت على انحراف تكلفة المواد الجاهزة، حطيت خط الأول حساب طلع، خزنت السعر، رحت عملت بدي أروح أعمل صيانة. طيب صيانة، رحت عملت صيانة مثل العادة، لاخر السنه وسطي انتاج، وسطي انتاج، ايه شايف. جيت رحت انا بالعاده انا بشوف احنا اتفقنا بوجود عدم مراحل، وهدول ما فيه مراحل، راح اصنع بس اعالج الادخال بس. انا وقت ما بنيجي للمرحله الثانيه للخط الثاني، طيب في كلفه غلط، كلفه الغلاف والمحوله كلفه مو حقيقيه على الكلفه القديمه. فاذا انا وقت ما سعرت المفروض اخذ بعين الاعتبار كل فواتير الصرفيات كمان تطلع بالكلفة كوني أنا جرد مستمر. فلذلك وقت ما بروح أعمل إعادة تسعير لخط إنتاج هنا مثلا بالصيانة، أخذ الفاتورة اللي أنا محددة بالصيانة فأجي أخذ أحدد مثلا اخراج مثلا سعر الجملة، وحدد الفاتورة اللي انا مستخدمة، وحدد فاتورة الادخال عشان صلح لي كلف الصرفيات. طيب انا عم بعالج الخط الاول، بحط هنا خط اول، لا خطأ، خطأ استخدام الخط، خطأ من انه استخدام الخط هنا. طيب شو السبب انه خطأ؟ انه الادخال على الخط صح بس الاخراج على الخط الثاني ما رح يسعر لي اياها، لذلك ما بحط مركز الكلفة عشان يسعر لي المادة على كل الخطوط المستخدمة. طيب شغلة تانية، انا خلال خبرة الاستخدام او كذا بالمراحل، كنت اول شغلة شو اعمل؟ افوت على الانحراف، وهي ضرورية، افوت على الانحراف، عندي خطوط انتاج وعندي مراحل، احدد مركز المراقبة الادخال واللي هو مثلا الوسيط والحساب، اعمل حساب وروح دغري اعمل تحديث لسعر الجملة لكل المواد دون استثناء، بعدين بعد ما اعمل هالحركة ابدأ خط خط. ليش هالحركة؟ انه انا اذا طلعت الكلفة تاع المنتج الجاهز صفر، رح يعمل لي مشكلة بعدين بالخطوط الثانية بالمعالجة وبالحسابات هنا، انه القيم صفار بالخط الثاني والثالث والكذا. مو انا اول مره راح اجي اعالج مركز الكلفه الاول وروح اعمل عمليه صيانه، طب باقي المواد انا مو معالجها، فراح يصير كلفتها صفر، سعر الجمله صفر فيها، فراح يصير عندي مشكله بحساب الكلف وبالقيمه تاع الرصيد الحسابات وكذا، راح يخلق ايه. هلا انا بس بدي سعر تقريبي بشكل عام، انه اخزن حيلا سعر بس غير الصفر بسعر الجمله، عشان وقت ما اسعر اول خط واروح ياخذ السعر، يضل في سعر للماده، باقي المواد الجاهزه سعر ما يصفر، ما يطلع مواد فيها صفر، ما تطلع كلفه المنتج الجاهز فواتير الادخال والاخراج بالعمليات الثانيه صفر. فهي العمليه ضروريه بالاولى بدون مراحل. انا اول شيء عم بعيد بحدث اسعار كل الخطوط، بعدين بروح بعمل صيانه واحده بس. انا كوني هون مع كل معالجه خط، الخط الاول روح اعالجه وروح اعمل صيانه تسعير وكذا، طب باقي الخطوط سعر الجمله فيها صفر، بعدني ما قربت عليها، ما عالجتها وما بقدر اعالجها، لانه اول شيء بدي اصلح كلف الخط الاول لاقدر للخط الثاني اشتغل. فعشان ما تصير كلفه المنتج الجاهز صفر بالخطوط الثانيه تنضرب، لانه انا عم بقول له اعطيني الجمله وكل الخطوط الثانيه المواد اللي عم تنتج عليها الجمله فيها صفر. فلذلك اول خطوه انا بعملها كنت اعمل هيك تحديث اسعار، حساب تحديث اسعار لكل المواد على كل الخطوط، بعدين انتقل لارجع خط واحد وبعدين بنطلق للتسعير. هذا
بعيد عيد النتيجة ما عندك مشكلة. بالجرد المستمر رصيد حساب التشغيل لازم يكون صفر. في عندك مشكلة بدك تعيد معالجتك. طيب بالعكس التعامل مع الجرد المستمر أسهل من الجرد النهائي. طيب واحد واحد بس شباب. إيه؟ هي الغاية أنا أصلاً أعرتها بالإدخال وبدي أعكس هذا السعر بالإخراج. ما هي انصرفت، ما هي صارت مادة أولية عم تنسى. سعر واحد من أول السنة لآخر السنة سعر واحد. هو سعر واحد. إيه. طب هيك ما فقدت أنا سعر. أنا إنتاج ما في غير هالطريقة. لا. بالنتيجة أخذت النتيجة النهائية بس تفاصيل شغلي منصف. تفاصيل شغلك يعني تعال أقول لك. أنت إذا قادر. طيب ماشي أنا راح أعطيك الجواب. إذا أنت قادر بعملية التصنيع كل يوم تقدر تحدد شو الكلف الفعلية اللي أنت عم بتحطها هون، أنت قادر تأخذ كلفة متغير وما بحاجة للمعالجة. طيب فإذا أنت هاي الكلف الصناعية عم بتبين آخر الشهر صح؟ فإذا أنت كلفتك آخر الشهر تبين اللي تقدر تعكسها على كلف المواد. فإذا أنا إذا عملت هاي العملية كل شهر بيكون سعر كل شهر مختلف. إذا أنت قادر تضبطها كل يوم إعمال المعالجة كل يوم كل يوم عندك سعر مختلف. إيه عرفان. فأنت هاي العملية بدك أنت إياها كل يوم تكون سعر مختلف. كل يوم أعمل معالجة يعمل معالجة آخر النهار. إيش هلا أنا إذا عملت مثلا ثاني يوم ما برجع بيعمل من أول. بتحدد تواريخ. في عندك تواريخ. لا تواريخ هاي أرصدة الحسابات. هاي أرصدة الحسابات وحركة المواد بناء على التاريخ. يعني مثلا هلا راح احطه بنفس اليوم شايف حساب ما راح يجيب لي ولا ماده لانه ما في ولا شيء انتج بهذا اليوم. هاي راح نجيب لك عمليه تصنيع. عمليه تصنيع هاي راح نحطها بتاريخ اليوم وهاي اليوم تعديل حساب جاب لي المادتين اللي انتجوا باليوم عم بعالج هدول والتسعير بدي اسعر بس بين هالتاريخين تواريخ. هذا 108 و 104 بس التاريخ بدي اشاره بخمس تاريخ لتاريخ اذا كل يوم بيوم. ما هو وقت ما بطلب الزبون شغله معقده مثل هيك بده كل يوم اشتغل كل يوم عقد حالك. هو انت راح تشتغل عنه هو يصطفل بس هاي متاحه. الوسط المحاسبي ما مزبوط اللي بنطق لمعلوماتك بس في شغلة فايز. اصلا احنا هلأ بالامين عم نعمل وسطي ثابت شهريا كل شهر له وسطي ثابت وهذا حسب المعيار المحاسبي العالمي. الكلفة المتحركة باستخدام عالميا غلط. بالنتيجة في وسطي كل شهر. يعني شايف 12 وسطي بالسنة. يعني هون اذا شفنا بال ممكن كل شهر كل شهر اعمله وبطلع عندك وسطي. هلأ خد مثلا على سبيل شايف هلا عندنا مثلا هون بالصيانه اذا لاحظتوا بدي ارجع بدك تعيد العمليات. شايف هذا حساب الوسطي المرجح الثابت هذا اللي راح يحسب لي كل شهر له وسطي واحد وارجع اعيد تسعير فواتير المبيعات والكذا بناء على الوسطي. هذا راح تنعطى عليه دوره بس بعده مو جاهز فيه اخطاء. مجرد ما خلص راح ينعمل دوره هي عباره عن جلسه او جلستين شان كيف استخدام هذا بالصيانات وكيف كذا وليش يستخدم هذا. نعم بس هلا بلدنا ما هو كل مرحله لو حد تمام نروح نعمل تحسين صار جنه لكل المراحل مع بعض لكل شيء من دون ما استخدم مراحل. عم بياخذ ما احنا اتفقنا. لا ما عم بياخذ الوسطي. عم بياخذ شغله انا وقت ما حددت بناء على القيمه وزع الانحراف هذا تاع حساب التشغيل كله بناء على القيمه نسبه وتناسب لكل المواد. طيب انا اذا ما خزنتهم بجمله موجودين فعليا؟ لا ما موجودين. انت اول مره عم بتخزن سعر عشوائي فاضي صفر. هو صفر بعدين وقت ما رجعت تعالج بناء على الخط بس هو بيروح بيعالج المواد اللي طلعت اللي انت قراتها بالنافذه بيروح بيعدل سعر الجمله بصلحه. اول مره اخذ عشوائي
بناء على حسب على نسبة وتناسب حسب الانحراف لكل قطعة سعر بسعرها وزادوا على السعر المعياري بناء على قيمة كل مادة بغض النظر لأي خط تبع. عرفت؟ لا هلا عم بخلق لي مشكله، صار يخلق لي مشاكل بموضوع التسعير بهون، يعني انه انا القيم صفر فهون صار يطلع لي اسعار صفر الكلف بس بدي اثبت حيلا رقم انا، لو فتت انت حطيت ارقام اللي بدك اياها ما عندي مشكله، بس المهم في قيم تكون عشان وقت ما اعمل اعاده التسعير ما ياخذ القيمه صفر لانه عم تخلق مشكله بمعالجه الخط الثاني. طيب الفاتوره احنا شفنا انه هون ادخال واخراج، هاي اخراج اخراج مواد اولية. عفوا لا مزبوط كنت حاططها هاي ما الى داعي لانه اصلا انا الفاتوره رابطها وجاهز الاخراج، فاتوره الاخراج مواد اوليه ما راح تتذكر فيها ماده نصف مصنعه، فاتوره الاخراج مربوطه بالمخزون نصف مصنع، فانا بس بحاجه اربط الادخال لانه هو مربوط بالجاهز. طيب هلا هون هذا طريقه المعادله المعالجه، هون حاطط تاكد من عدم وجود اخراج بالسالب، التاكد من توزيع المصاريف على خطوط الانتاج، تدقيق قصة المواد حسب صيانة، اعادة توليد فواتير عمليات التصنيع عشان اصلح كلف المواد الاولية بقلب عمليات التصنيع، بعدين حساب التكلفة الفعلية من نفس انحراف المواد الاولية وتخزين سعر بعد حقول المادة مثلا سعر الجملة لكل خطوط الانتاج لمعرفة المعرفة لكل خطوط الانتاج، فالسبب ذاكر السبب، بعدين بنبلش نعالج خط مثل ما حكينا، لازم تتكرر هاي العملية على كل خط، تنفذ الخطوات التالية بعدها بعدد خطوط الانتاج المعرفة. رجع طلع في قيمة بعدين تذكر في عنده فاتورة في عنده مصروف بيسجله بعيد الصيانة بيرجع يعمل الصيانة لكان بيعكس هذا كيف شلون بدها تنعكس اجباري شايف. فحساب التكلفة أول شغلة اللي بدها تتكرر هاي على عدد خطوط الإنتاج بعد مقام بالخطوات السابقة كلياتن، بيجي لهاي بدي يعيد يحسب الكلفة الفعلية وبعدين يروح يسعر الفواتير الإدخال الجاهز وإخراج مواد نصف مصنعة بالسعر المخزن اللي خزنه، بعدين إعادة توليد سندات القيد للفواتير، برجع بعيد الكرة لموضوع الخط الثاني بيعمل الخطوات الثانية للثالث ليخلصوا خطوط الانتاج، بعد الانتهاء من معالجة كافة خطوط الانتاج بنتقل للمرحلة التاسعة اللي هي تدقيق قصة المواد تصحيح عشان كلفة تصحيح كلفة المنتج الجاهز، وبعدين إعادة توليد فواتير التي يستخدم فيها الجرد المستمر مبيعات مرتجع مبيعات. ما في داعي أنا هدول أعملين إلا بالنهاية بعد ما أخلص كل الخطوط هيدا تذكر مرتجع المشتريات، هو حسب انا ذاكره انه التي تستخدم فيها الجرد المستمر يعني شو ما كانت الفاتوره هاي. طيب هلا احنا ليش احنا شو بيختلف موضوع الكلف النصف مصنعه اللي المنتج اللي فيه مراحل من المنتج اللي ما فيه مراحل. هلا كلفه المنتج اللي ما فيه مراحل هو عباره مثل ما حكينا بالدرس الاول او الدرس الثاني انه هو عباره عن جزئين، مواد اوليه وعم نصرف كميات فعلية وبكلف الكلفة بتاريخها فهو كلفة حقيقية، ومواد ومصاريف صناعية معيارية تقديرية لأنه أنا غير قادر على الضبط بنفس يوم عملية التصنيع قديش صرفت، فبتألف من جزئين. أما المنتج اللي بمر بمراحل بتألف من ثلاث أجزاء، الجزء الأول نفسه مواد أولية كلفة حقيقية تعتبر، الجزء الثاني هو عبارة عن مصاريف صناعية هو معياري لأنه غير قابل، الجزء الثالث هو كلفة المادة النصف مصنعة داخله، هاي الكلفة المادة النصف مصنعة كمان هي غير صحيحة، هي معيارية تقريبا، هي بتتألف من جزئين بقلبها مواد أولية كلفة حقيقية
وفيها مصاريف صناعية معيارية. فلذلك أنا هون ذاكر هذا الحكي، الجزء الأول كذا، الجزء الثاني هو المصاريف، الجزء الثالث بتألف من جزئين هي كلفة المواد نصف مصنعة، جزء منه حقيقي المادة نصف مصنعة وجزء منه معياري. فالفرق بالمعالجة أنه أنا بدي أعالج وقت معالج المرحلة، كل مرحلة بدي أكون معالج المادة نصف مصنعة بداخلها. يعني أنا وقت ما جيت قلت أول خط رحت عالجت الغلاف والمحولة واللوحة، عملت لي معالجة، بس هدول هني مادة نصف مصنعة بالمرحلة الثانية، فلازم أعالجها. كلفتها مو حقيقية، كانت فيها خط، فيها جزء كان كلفة صناعية، المصاريف الصناعية غير حقيقية. فوقت عشان هيك أنا بدي أسعر الإخراج النصف مصنع بالسعر اللي انحسب عشان تتصلح كلفة المواد نصف مصنعة وتصير كلفة المواد فيه صحيحة. بضل عندي الجزء اللي راح أعمل حساب كلفة هو ناتج عن المصاريف الصناعية، بنرجع وكأنه عندنا مرحلة واحدة، أنه أنا صرت النصف مصنعة كلفة حقيقية والمواد الأولية كلفة حقيقية، فصفى مشكلتي بالمصاريف الصناعية. فوقت ما عم بحسب انحراف للمرحلة الثانية هو بس عشان أوزع المصاريف الصناعية تاع المرحلة على المواد مرة ثانية، وأنا مطمن أنه موادي النصف مصنعة والمواد الأولية صحيحة. لا 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 لا، ما هو ما انت المرحلة الأولى وقت ما عالجت عالجت المصاريف فتأثرت الكلفة النصف مصنعة، رحت عالجتها بالمرحلة. طيب إذا انت ما عالجت المصاريف دغري مباشرة بعدها، فالمرحلة اللي بعدها معتمدة على هاي، ضلت كلفتها غلط لأنه بس تعالجها بدها تتأثر الثالثة كمان غلط. فإذا كل واحدة بوحدتها، كل خط بخطه، فهي مو صعبة، بس هي موضوع، يعني أنا بالعكس بلاقي موضوع المراحل سهل جدا تعامل معه، وكأنك عم تتعامل مع منتج بدون مراحل بعمليات التصنيع وكذا، هو لحاله عم بولد الفاتورة وكذا، ربطنا الفاتورة صح ولدنا. بس هي موضوع المعالجة الانحراف إنه بدي شوية انتباه أكثر في ترتيب للعمليات، عرفت، في ترتيب للعمليات بشكل إنه أي خطأ بضطر إنك تعيد. في سؤال لهون؟ بس هي كيف هيسوها هي المعالجة؟ إن شاء الله أنا مصر عليها، معتبرها أول طلب، أهم طلب على الإطلاق يعني بمشروع التصنيع، عشان موضوع إنه واحد عنده ست سبع خطوط بدك تفوت إنها ضاغط خلاص وهمك. طيب لا لا، أول مشروع هلا حينفتح بالخطة. طيب في سؤال لهون، هيك بنكون أعطينا معالجة الانحراف حقها بمراحل وبغير مراحل. في حدا سؤال عنده؟ لأنه هاي مهمة جدا، وعلى كل هذا الحكي مسجل عشان الواحد يرجع يراجعه، ومكتوب بالملف، وهذا أنا كل يوم عم بضيف عليه جزء وعم بحطه على الشير، اللي بحب يعني يأخذ موجود على الشير، ما عم بستنى لتخلص الدورة لأحطه، اللي بحب يراجع اللي أخذناه بلاقي موجود. طبعا إذا لقى أخطاء أملائية معلش صلح لحاله. طيب هلأ باستخدام منتج له مراحل، في شروط هينا نخدها بعين الاعتبار كمان ذكرة. أول شيء مركز الكلفة، حكينا أنه ما لازم يتكرر بين المنتج جاهز وبين أي مركز كلفة من مراحله، عندي بمر بخمس مراحل، فكل مرحلة إلى مركز كلفة مستقل، خط إنتاج مستقل، ما لازم أحط مادتين على نفس مركز الكلفة إذا كانوا هني بمراحل متلاحقة، يعني هاي بتدخل بهاي وبعدين بتطلع مادة بتدخل باللي بعدها، فلازم كل واحد يكون على خط إنتاج مستقل. اثنين، فصل مجموعة المواد نصف المصنع عن مجموعة الجاهز حصرا عشان أقدر أتعرف عليها بالنموذج وأطلعها بفاتورة الإخراج بالخيارات. طبعا طب فيني أنا ما أعمل هالطريقة؟ فيك ما تفعل إخراج المواد النصف المصنعة، ولا تحدد الفاتورة، ولا تحدد المجموعة، بخرج على أنه مادة أولية. بس أنا شو ساعتها بضطر أعمل الإدخال، بعدين أعمل تدقيق أرصدة، بعدين أرجع أسعر الإخراج مرة تانية، يعني دفوت بمتاهة بمتاهة. بالعكس أنا هاي أريحك من موضوع أنه كل ما تعمل تسعير تعمل تدقيق أرصدة وبعدين ترجع تعمل إعادة تسعير مرة تانية لتخلص المرحلة، في بنات مرحلة وسيطة. بتعرفوا بالداتا الكبيرة تدقيق الأرصدة بكل وقت كبير، أنا تدقيق الأرصدة ما بحاجته إلا بعد أخلص كل مراكز الكلف الموجودة.
فانه هاي فصل المجموعه ضروري شرط حتى اقدر اسهل على حالي. في خيارات تصنيع بدي احدد المجموعه، في خيارات تصنيع توليد آلي لفاتورة المواد نصف الصناعة. طيب فيني أنا مثلا أعملها فاتورة خارجية وما أخلي يولدها وأنا أكتبها بإيدي، خرج المواد الأولية من قلب عملية تصنيع والمادة نصف الصناعة، أنا أروح أعمل فاتورة أنا أطلع بإيدي أكتبها، يعني هو يدوي. أنا ممكن أخرج المواد نصف الصناعة يدوي وأعمل خلي عملية تصنيع للمواد الأولية. لا لا اجباري، المراحل اجباري، بس هو انا بين انه اكتبها بايدي ولا خليها عمليه تصنيع تعملها. طبعا المنطق انه تنعمل مع عمليه التصنيع. في خيارات تصنيع تحديد نمط الفاتوره المستخدم في توليد فاتوره، الفاتوره هاي الحسابات اللي راح نربطها معها تكون موجوده، وذكرنا انه هنا هاي راح اكتبها، راح اعدلها هلا بعد الدرس اعدلها. طيب هاي خيار، لا لا نفسه نفسه ما بدي اياه سعر التكلفه، خيار تؤثر على الكلفه، هون نقول غير مفعل. معلش سعر الكلفه ما بيهمني، قلت لك شو ما حطيت سعر، ما هو عم بياخذ سياسه التسعير، بس هي على فكرة مذكورة حتى فوق هيك تلقائيا، يعني من خلال التعامل مع الأمين دائما حط سعر الكلفة الإخراج لازم بالكلفة، بس هو بالنهاية عم بياخد من سياسة التسعير. هلا انت عليك تشرح الفكرة وتعلمن كيف الشغل، والشغل بده يكون عندن هني، يعني انت بتروح بتقول له عرف لي افصل لي مجموعتين المواد النصف صنع على حال، هو بتشتغل مو انت بدك تشتغل، ممكن تعطيه شغلة. في شركات طبقة. طيب طبعا انا جاهز لأي سؤال بأي وقت، وحتى اذا بتحبوا ممكن نعمل احنا نصير جلسة كل اسبوعين، او اذا واحد عنده مشكلة عند زبون او كذا يطلب اجتماع، نجتمع نناقش كل واحد شو عنده فكرة او كذا لحل المشكلة. فاتورك لغرض نصف صنع اني بتقدر تساويها يدويا. ايه. طيب انا اذا بدي ارجع لأي عملية تصنيع فيها نصف صنع فوت اعملها تعديل. ايه. بده يصير اذا انا عم دخل يدوي. خلص ما بتأثر، هي ما بتتولد، ما بتتولد. انت ما ربطها، اذا انت عاملها برا ما مربوطة بعملية تصنيع نهائي. طب الغاية منها بدي اخرج منتج نصف مصنع عشان اسعره، عشان موضوع التسعير، بس انا بس عشان التسعير هي معمولة، ايه بتكون ما مرتبطة بشيء ولا بتقدر تميز هاي لاي عملية مربوطة مرتبطة. ايه يعني من قلت لك في هيك شيء، بس احنا ما بنصح مخلوق يروح يولدها يدوي برا اذا في شيء يولدها عمليا غير مطلوب. يعني غير مطلوب بس هي ليش عاملينها خيار؟ عاملينها خيار انه انا قد ما يكون عندي مراحل، ما بدي مراحل، ما بدي هالفاتوره تتولد، ما بدي اربطها، ما بدي مراحل اجباري لازم بسويها مصلحتك تساويها ومصلحه الزبون يساويها، انه تكون فاتوره الاخراج نصف مصنع مربوطه بالعمليه. ليش عملها انا برا مثل مشتريات هاي؟ طب انا على اي عملية تصنيع صرفها؟ ما بعرف الا اذا انا حطت لي بالبيان رقم عملية التصنيع اللي رابطة معها اللي انا صرفت على اساسها. طيب هلا اليوم في عنا موضوع اعدادات ال قدي الساعة صارت 10، خلاص راح نوقف هون يلا. ايه خلص هلا احتمال